لكن يعني برضو الناس بتسأل، حتى سيبك من ازاي المباراة يعني خلصت، او يعني العشر دقايق المفاجأة بالنسبة لجماهير النادي الاهلي في النهائي، لكن حتى البدايات يا بلال ما كانتش على احسن مستوى. الاهلي تقريبا ما ظهرش، انا يعني اذا سمحتوا لي اعيد الكلام اللي انا قلته في بداية الحلقة، انا بستنى ماتش النادي، يعني يوم اللي بصحى فيه الصبح عارف ان في ماتش النادي الاهلي، بالنسبة لي اليوم ده مختلف عن بقية الايام، ومستني 90 دقيقة مبهجة، 90 دقيقة ممتعة، 90 دقيقة أشبع فيهم كورة، مش قصة مكسب بس ومش قصة 3 بونت بس، قصة كورة. الأهلي لعب 45 دقيقة في الشوط الأول وكأنه مش الأهلي، وكأنه فريق تاني غير اللي احنا كنا بنشوفه ونتابعه. ده أسبابه إيه؟ وهل قصة التدوير أو غياب بعض العناصر ممكن يكون سبب في الشكل اللي ظهر بيه النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ يعني خلينا نقول في البداية ان احنا طبعا محملين بمئات الرسائل من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ليه عتاب كبير جدا 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 على لاعبي النادي الاهلي في الفترة الاخيرة، زي ما حضرتك قلت كده فبراير المر، شهر فبراير كان بالنسبة لنا كنا منتظرين منه حاجات احسن من كده بكتير، واذا كانت تطلعات الجمهور لميداليا في بطولة كاس العالم للاندية هي تطلعات، لو اللاعبين شايفين ان دي حاجة مبالغ فيها ان الجمهور يحلم بميداليا، لا احنا حققنا ميداليتين في بطولتين متتاليتين، وكان دي هتبقى البرونزيه الثالثه، ولكن خلينا نتفق ان تطلعاتنا لميداليا في بطوله كاس العالم ممكن يكون مش وقتها، مش حاله الفريق دلوقتي ما تسمحش ان احنا نفوز بميداليا، ولكن لما نيجي على ارض الواقع احنا ملوك افريقيا، احنا اكتر فريق في قاره افريقيا خد بطوله دوري ابطال افريقيا، فما ينفعش تكون البدايه امام الهلال السوداني بالشكل ده. تجاوزنا مباراه الهلال وقلنا ان دي ضريبه المشاركه في كاس العالم للانديه، ما ينفعش يكون بعدها في تعادل مع صن داونز على ارضي، وانا عارف ان ده المنافس المباشر ليا على الصعود مع طبعا الهلال بعد ما احنا دخلنا الهلال في اللعبة. فجمهور النادي الاهلي حزين، جمهور النادي الاهلي حزين وليه حق طبعا ان هو يزعل. جمهور النادي الاهلي هو اكبر سبورت، احنا عايزين نفرق بين، يعني احنا مش مفيش اختلاف بين كل العناصر المنظومه، احنا كلنا منظومه واحده، الجمهور واللاعبين والاداره والمسؤولين والاعلاميين كل والقناه كل حاجه، احنا كلنا في ظهر حاجه واحده بس هو كيان النادي الاهلي، فمفيش تفريق بين دوت وبين دوت، كلنا عايزين مصلحه النادي. فالجمهور دلوقتي الجمهور عامه هو اكتر سبورت للعيبه، الجمهور بيزعل شويه من اللاعبين، ولكن بمجرد ان اللاعب بيستعيد مستواه وبيتالق الجمهور بيرجع مره ثانيه يهتف باسمه ويرجع تاني يرفعه للسما مره ثانيه، فمفيش مشكله في الحته ديت، ولكن احنا عايزين يعني نحط كل واحد قدام مسؤوليته. لاعبي النادي الاهلي هم بيلعبوا في افضل نادي في الشرق الاوسط، في اكبر نادي في قاره افريقيا، لازم يكونوا على مستوى وعلى تطلعات النادي دوت. النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي ما يقبلش اذا كان قبل في الموسمين اللي فاتوا ان هو يفرط في لقب الدوري، كان كل بطوله فيهم ليها ظروفها، ولكن مش هيقبل النادي ولا جمهور النادي ان هم ان درع الدوري دي على الموسم الثالث لاول مره في التاريخ. فلازم اللاعبين يبقى عندهم الوعي الكافي ان التحديات الموسم ده تحديات كبيره جدا، واحنا اتكلمنا يمكن في بدايه الموسم عن حاجتين مهمين جدا كان لازم نعملهم، رقم واحد تجديد الدوافع، رقم اتنين تجديد الدماء. يعني يمكن تجديد الدماء بدا دلوقتي يظهر بصوره، يعني في سواء في امبارح في مشاركه القندوسي ومروان عطيه من مباراتين وخالد عبد الفتاح، هو ده تجديد الدماء المطلوب، لازم يحصل تجديد دماء للفريق. تجديد الدوافع ان احنا مهما حققت من بطولات، مهما حققت من انتصارات، ولكن انت بتلعب في نادي كبير، نادي مطالب في كل مباراه حتى لو مباراه وديه بتحقيق الانتصار، فانت لازم تكون على قدر وتطلعات النادي اللي انت بتلعب ليه، ولازم تبقى زي ما حضرتك قلت كده المزاج العام، او النادي الاهلي بيتحكم في المزاج العام. النهارده الناس كلها بتبقى صاحيه رايحه شغلها الصبح مبسوطه والنادي الاهلي كسبان، الناس بتبقى بايته مبسوطه والنادي الاهلي كسبان، بيبقى في حاله نشوه. انت حضرتك قلت دلوقتي انا بنتظر ال 90 دقيقه مستني هفرح، مستني مين هيجيب جون احلى من هدف احلى من اللاعب، يعني ده بيسجل هدف اللاعب الثاني بيرد عليه وبيجيب هدف احلى منه، كرنفالات النادي الاهلي كان معودنا عليها. فاحنا نتمنى نرجع للحاله دي، ولسه كل حاجه في ايدينا، احنا في بطوله الدوري متصدرين، في بطوله افريقيا لسه عندنا امل، في بطوله كاس مصر احنا واصلين للنهائي، فاحنا كل حاجه لسه في ايدينا، بس نرجع تاني للحاله اللي احنا متعودين عليها.